الولايات المتحدة الأمريكية فاجأت المملكة العربية السعودية والعالم بأكمله بتحرك مرتبط ببيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية، وهذا كله جاء بتفاصيل حصرية اليوم من قبل وكالة رويترز من قبل 4 مصادر مطلعة. 4 مسؤولين أمريكيين لم يصرحوا بأسمائهم بكل تأكيد لوكالة رويترز أكدوا بأن هنالك دراسة تجري في أروقة البيت الأبيض داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك من أجل رفع الحظر عن الأسلحة الهجومية وعن بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية، على شرط أن لا تقوم المملكة العربية السعودية بأي جهود عسكرية عن طريق التحالف العربي الذي تقوده بكل تأكيد ضد جماعة الحوثي. وأكدت أيضا وكالة رويترز وعن طريق هؤلاء المسؤولين وهذه المصادر بأن ليس هنالك كلاما مباشرا الآن بين إدارة الرئيس الأمريكي والمسؤولين السعوديين، ليس هنالك أي كلام نهائيا في هذا الصدد، ولكن أكدت أيضا وأكدت وكالة رويترز بأن المملكة العربية السعودية وعن طريق العديد من المحادثات والزيارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية طالبت بعملية رفع الأسلحة الهجومية، رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية. لم تستجب الإدارة الأمريكية، وبالتالي الآن نحن دخلنا في مسألة دراسة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المسألة. ولكي نكون واضحين وأكثر وضوحا بأن الأسلحة الهجومية هنا تعني الطائرات، الصواريخ الهجومية التي تأتي مثلا على سبيل المثال على الطائرات أو تزويدها بالصواريخ أو غيرها من الأسلحة التي تستخدم في المسائل الهجومية. ولمن لا يعلم فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أيامه الأولى قام بعملية حظر بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تقليل إمكانياتها في الهجمات التي تقوم بها ضد جماعة الحوثي الموجودة في الداخل اليمني، وكذلك قام برفع جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب، وذلك من أجل تسهيل عملية التواصل مع جماعة الحوثي على المستوى الدبلوماسي، ولكي تكون هنالك محادثات مع الحكومة الشرعية اليمنية من أجل الوصول إلى السلام المطلوب في هذه المنطقة. المشكلة بأن هذا الأمر لم يمر ولم يسير بالطريق الذي كان ينوي إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالعكس فإن جماعة الحوثي بدأت تهاجم المنشآت النفطية الموجودة في المملكة العربية السعودية، هاجمت كذلك الإمارات العربية المتحدة، ولم تصل إلى أي اتفاق لا على المستوى الدولي ولا على مستوى الحكومة الشرعية من أجل عملية إنهاء إطلاق النار والوصول إلى اتفاق من أجل التعايش بسلام في اليمن. بكل تأكيد هذا الأمر تسبب باستياء كبير لدى المملكة العربية السعودية وكذلك لدى الإمارات العربية المتحدة بعد هذه الأجمات، بسبب أن إدارة الرئيس الأمريكي لم تفعل شيئا تجاه هذا الأمر عدا الشجب والبيانات من دون فعل أي شيء حقيقي على الأرض ممكن أن يمنع هذه الأجمات القادمة من جماعة الحوثي بكل تأكيد. وهذه المسألة أساسا هي أزعجت المملكة العربية السعودية بشكل أكبر، كون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما كان مرشحا كان يضغط بشكل مستمر، وحتى في أيامه الأولى في مسألة الصحفي جمال خاشقجي ومسائل حقوق الإنسان، وقال عندما كان مرشحا قبل أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بأنني سأعامل المملكة العربية السعودية كدولة منبوذة. وهذا التصريح وعندما صرح بهذا الشكل كان أساسا سعر برميل النفط هو 41 دولارا، سرعان ما انقلبت الأمور وانقلب السحر على الساحر بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تغير كل شيء ووصل سعر برميل النفط إلى ما يقارب 105 دولار للبرميل الواحد. ارتفعت الأسعار، وارتفاع هذا السعر هو يعني ضغطا أكبر على الداخل الأمريكي وعلى المواطن الأمريكي، تضخم أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك على أوروبا، وزيادة في الأرباح للمملكة العربية السعودية صدق أو لا تصدق، لأنها هي من تبيع النفط وهي مصدرة النفط، وبالتالي أصبحت هي الآن المملكة العربية السعودية هي من تمتلك القوة في أي مفاوضات أو طلبات أو ضمانات ممكن أن تطلبها من الإدارة الأمريكية. وعلى هذا الأساس بالنسبة للإدارة الأمريكية الآن واضح جدا بأنها تقدم وتسعى لتقديم تنازل آخر من أجل بيع هذه الأسلحة الآن التي تحدثنا عنها، وهي تأتي إضافة لأمر قد سمعنا عنه في شهر مايو الماضي مرتبط بجزيرتين موجودة هنا تقريبا بهذا الاتجاه في نهاية البحر الأحمر، وهي جزيرتي تيران وصنافير، من أجل تسليمها بشكل كامل وإبعاد تماما
كل القوات الدولية الموجودة هناك التي تراقب هذه الجزر وتسليمها بالكامل إلى المملكة العربية السعودية. تفاصيل هذه حول هذه الجزر سمعناها طبعا كما تحدثنا في مايو الماضي وتحديدا في 24 من مايو الماضي على موقع أكسيوس من قبل باراك رافيد، وبعد ذلك سمعنا تحديثات مثيرة للغاية نهاية الشهر الماضي في 29 من يونيو من نفس الشخص من باراك رافيد على موقع أكسيوس بأن الأمر تقدم كثيرا من قبل طبعا الإدارة الأمريكية وتحديدا بريت ماكورغ هو الذي يقود عملية التفاوض، وبالتالي مسألة تيران وصنافير ستنتهي وستسلم إلى المملكة العربية السعودية كما هو واضح على الأقل من هذه التسريبات التي نتحدث عنها. وبالتالي هذه هي صفقة كبيرة بالنسبة لرفع الحظر لهذه الأسلحة وبيعها للسعودية وكذلك حول هذه الجزر، وكذلك أن هنالك أمورا لا تتحدث عنها الإدارة الأمريكية على المستوى العسكري. يأتي هنالك قضية مثيرة على الأقمار الصناعية تجري في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إحدى القواعد المهمة للغاية في الإمارات العربية المتحدة وهي قاعدة الظفرة الجوية. إذا ما توجهنا مباشرة بالقمر الصناعي كما تلاحظون هنا وبالتوجه مباشرة إلى الإمارات العربية المتحدة بهذا الشكل وبالهبوط إلى أبوظبي، هنا كما تلاحظون هذه هي أبوظبي وهذه هي قاعدة الظفرة التي ترونها بالهبوط مباشرة إليها حيث ما تتواجد طبعا القوات الأمريكية، وبالهبوط إلى هذه المنطقة التي ترونها سنلاحظ بأننا أمام طائرات مسيرة مهمة ومعروفة للغاية، هي طائرات MQ-9 ريبر التي اشتهرت واستخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020 في حادثة المطار في العراق في بغداد، تحديدا في مطار بغداد عندما قاموا باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني. كما نلاحظ نحن أمام 5 طائرات من طائرات MQ-9 ريبر، ولماذا هذا الأمر هو قد يبدو مثيرا للغاية؟ لأننا إذا ما قارنا التواريخ الماضية مثلا بالقمر الصناعي، هذه آخر صورة للقمر الصناعي لأي شخص ممكن أن يحقق بهذه المسألة، إذا ما توجهنا إلى نفس المهبط أو المنطقة التي طبعا تتواجد فيها هذه الطائرات سنلاحظ مثلا التاريخ الذي سبقه، طبعا سنلاحظ ليس هنالك أي طائرات، هنالك طائرات على النقل أو الشحن، طائرة مسيرة واحدة وهي ليست من نوعية طبعا MQ-9 ريبر. نلاحظ طائرات الأوكس موجودة حتى في فترة دونالد ترامب في عام 2019، هذه الصورة كما تلاحظون طائرات الأوكس، لم تكن هنالك طائرات MQ-9 ريبر موجودة في هذه المنطقة، وعلى هذا الأساس هذا يعني بأن هنالك تحرك عسكري، هذا مؤشر بتحركات واضحة جدا للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تأمين المنطقة بشكل أكبر، هذا على الأقل ما تمت ملاحظته طبعا بالنسبة لهذه القاعدة. واضح المنطقة مهمة للغاية، مضيق هرمز وهذه الجزر التي تتواجد فيها نشاطات مهمة جدا طبعا بالنسبة للإيرانيين على مستوى الطائرات المسيرة بكل تأكيد، وبالتالي هنالك نشاطا لا بأس به بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقد تبدو هذه الصفقات بمسألة رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية والتي تحدثت عنها وكالة رويترز وكذلك جزيرتي تيران وصنافير وتسليمها 100% للمملكة العربية السعودية مع هذه التحركات العسكرية قد تبدو مقنعة للمملكة العربية السعودية، ولكن هنالك مشكلة أن السعودية كذلك تريد سماع شيئا من الرئيس الأمريكي جو بايدن بما هو متعلق في المسألة النووية والتقدم النووي الإيراني الكبير الذي جرى في الفترة الأخيرة وفي الفترة الماضية. كانت هنالك تفاصيل مثيرة نشرت من قبل الأسوشيتد برس وثقت تماما كلاما مهما قادما من إيران في التقدم النووي الذي جاء في منشأة فوردو مؤخرا، وفي هذه المنشأة التي ترونها هنا إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها بدأت بتخصيب اليورانيوم ب 166 جهازا من أجهزة الجيل السادس IR6 التي ترونها المتقدمة بنسبة 20% تخصب اليورانيوم بهذه النسبة. الآن الأمر القادم من قبل الإعلام ووسائل الإعلام الإيرانية الرسمية كما وثقت الأسوشيتد برس بأن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكد بأن هذه الخطوة ستصل إلى 1000 جهاز وليست فقط 166 جهازا، هذه هي التفاصيل الجديدة، 1000 جهاز تخصب بنسبة 20% بالنسبة لليورانيوم. والخطورة في هذه المسألة الخطورة الأكبر كما وثقت الأسوشيتد برس بأن هنالك أجهزة متقدمة مرتبطة وموضوعة على أجهزة IR6 هي تساعد بسرعة هذه الأجهزة أن ترفع تخصيب اليورانيوم بسهولة وبسلاسة
من 20% مثلا إلى 60% أو حتى إلى 90%. نفس هذه الأجهزة بل أجهزة أكثر تقدما هي تعمل في منشأة نطنز النووية وهي تخصب حاليا اليورانيوم بنسبة 60%. لاحظ الخيارات الكبيرة التي تمتلكها إيران بألف جهاز كما تحدثنا الآن باعتمادنا طبعا على حديث المتحدث باسمه منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم، وكذلك بنسبة 60%. وهذه الأجهزة توضح أن إيران ممكن جدا أن ترفع عملية التخصيب وتصل إلى القنبلة النووية بسرعة كبيرة للغاية من دون أي مشاكل. إيران على المستوى الرسمي هي تتحدث بأنها تستخدمها في المسائل المدنية، ولكن هذا التحرك يوضح بأنها إن أرادت فإنها ستصل إلى القنبلة النووية. وهنا السؤال الذي يأتي من المملكة العربية السعودية والضمانات التي تبحث عنها، ماذا أنت فاعل يا بايدن في مسألة المسألة النووية؟ فالمملكة العربية السعودية معروف بأن لديها موقف من هذه المسألة، تصل إيران للقنبلة النووية نصل نحن أيضا إلى القنبلة النووية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية والسؤال من السعودية الذي يطرح وحتى من دول الخليج القلقة من هذه المسألة، هل ستصل إلى اتفاق جديد؟ هل ستعود إلى الاتفاق القديم الذي وصل إلى مرحلة خطيرة؟ بالتأكيد هذه واحدة من الأمور التي تبحث عنها المملكة العربية السعودية، وبالتالي هنالك الحديث الكثير الذي واضح جدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة بالإجابة عليه عن طريق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الاتجاه، وهو يبحث عن تحقيق الكثير من خلال الزيارة التي يبحث عنها. بغض النظر عن كل شيء، واضح بأن الرئيس الأمريكي يبحث عن تغييرات من أجل إعادة ترتيب الأمور وتعزيز العلاقة الاستراتيجية، كما تحدث هو مؤخرا إلى الواشنطن بوست. الأوساط الأمريكية على الرغم من كل هذا الكلام الذي نتحدث عنه وجدت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يقدم شيئا جديدا أبدا. الهيلة الأمريكية على سبيل المثال وجدت أن الرئيس الأمريكي هو الحالي، هو يتبع تماما ما كان يفعله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدأ يشبهه كثيرا في ظل هذه التصريحات والتحركات التي جاء بها. وكذلك في نفس الوقت الأسوشيتد بريس وجدت بأن بالعكس بايدن يعاني ويكافح كثيرا من أجل الحصول على تغييرات، وفي الأحرى بأنه لن يتمكن من إقناع المملكة العربية السعودية بأي شكل من الأشكال. وهذا جاء بتصريحات واضحة من مسؤولين في البيت الأبيض الذين قالوا للأسوشيتد بريس بأن مسؤولو البيت الأبيض، وهذا ما قالته طبعا ووثقته الأسوشيتد بريس، مسؤولو البيت الأبيض قللوا من احتمال موافقة السعوديين على زيادة إنتاج النفط لأن المملكة تقول أنها تقترب من طاقتها الإنتاجية، أي بما معنى حتى لو أصبحت معنا السعودية بأي شكل من الأشكال فإنها لا تمتلك الفائض أو القدرات الإنتاجية لكي تساعدنا على مستوى زيادة الإنتاج النفطي. حتى أن أحد أهم وهذا الرجل هو أحد أهم الشخصيات على مستوى مجلس الأمن القومي الأمريكي في السابق، كان كبير مستشاري مجلس الأمن القومي الأمريكي لأربعة رؤساء أمريكيين وهو بروس رايدل. هذا الرجل قال بأن لا داعي أساسا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، ممكن جدا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أو السفيرة الأمريكية الموجود هناك أو أي مبعوث أمريكي أن يقوم بنفس العمل الذي سيقوم به الرئيس الأمريكي جو بايدن. السعوديون لن يقتنعوا بما سيكون قادما به الرئيس الأمريكي جو بايدن. على الرغم من ذلك أن الرئيس الأمريكي بحاجة فعلا والواضح بأنه يريد تحقيق شيء هنا في هذه الزيارة لإقناع المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاج النفط لكي يستفيد هو ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما أيضا من أجل أن يضغط على روسيا. فبالنسبة إليه ما يجري من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي فرصة لإضعاف روسيا لأنه يركز على روسيا وعلى الصين. هو أمام فرصة كبيرة ويريد استغلال مسائل تشعر روسيا بالضغط بها ولكنها بدأت تتعافى منها. واحدة من هذه الأمور طبعا التي تحدثنا عنها كثيرا وهي التضخم. بكل تأكيد هنا كما تلاحظون بحسب تريدينج إيكونوميكس سنلاحظ بأن روسيا هنا بهذا الاتجاه سجلت 15.9% بالتضخم، الأسعار غالية للغاية وأصبحت مكلفة جدا بالنسبة للمواطن الموجود في الداخل الروسي بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ولكن نلاحظ الدول الأوروبية مثلا على سبيل المثال إيطاليا وفرنسا، كذلك نرى كندا، وكذلك نرى كوريا الجنوبية على مستوى 6 و7 و8 و5.8. أوروبا في انزعاج كبير من مسألة التضخم، ولكن التضخم في روسيا كبير للغاية. هذه واحدة من الأمور التي يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط بها بالتوجه إلى التضخم طبعا بشكل
تفصيلي سنلاحظ أن روسيا التضخم الخاص بها قد ارتفع بهذا الشكل، لنلاحظ 8.7 و9.2 بالنسبة للتضخم في روسيا، يعتبر عال ولكنه بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدم وارتفع إلى 17.1 وحتى 17.8 كما تلاحظون، والآن هو ب 15.9%. بدأوا بالتعافي في ظل العديد من الخطوات التي اتخذتها روسيا، وهذا ما لا يريده الرئيس الأمريكي جو بايدن. يريد الضغط بشكل أكبر، تقليل وأبعاد الروس عن المملكة العربية السعودية بأسرع وقت ممكن لإيجاد طريق أفضل بالنسبة إليه بكل تأكيد. وهذه القضية طبعا التي نلاحظها هنا بهذه المسألة هي مهمة جدا، لأنه أيضا هو يحاول كسب مهمة مهمة جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي، أن يريد أن يكسب المكاسب التي تحققت على مستوى وعلى المستوى العسكري، يريد الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من التقدم الروسي بكل تأكيد. فهذه هي الأراضي الأوكرانية التي ترونها، وهنا مولدوفا، هذه شبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود، وهذا هو بحر آزوف، هذه هي شرق أوكرانيا تقريبا التي تأتي فيها المعارك التي تتقدم فيها القوات الروسية بشكل كبير للغاية. هي تمكنت من التقدم والسيطرة تماما على لوغانسك التي ترونها بهذا الاتجاه، بينما بالنسبة طبعا كما ترون هنا هذه تقريبا بهذا الشكل الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك، وكذلك بين القوات الروسية تمتلك نسبة لا بأس بها بالنسبة لهذه المنطقة، سيطرت حتى على ماريوبول بهذا الاتجاه الذي ترونه بالنسبة إلى دانييتسك، ولا زالت تهدف بعمليات ضغط بهذه الاتجاهات من أجل التقدم والسيطرة، ولا زال أمام القوات الروسية 80 كيلومترا تحاول السيطرة عليها بكل تأكيد وتدفع بقوة. اليوم خلال 24 ساعة الماضية الأنباء تتحدث أن القوات الروسية لم تتمكن من التقدم، هي اكتفت بعمليات القصف من أجل الضغط على القوات الأوكرانية. الأوكرانيين يستخدمون الكثير من الأساليب والتكتيكات العسكرية من أجل إبطاء التقدم الروسي، ومن أجل انتظار الدعم القادم من أوروبا على مستوى السلاح، وكذلك الضغط الاقتصادي الذي نتحدث عنه، والذي يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن جاهدا من أجل إيجاد طريق له، كذلك ويحاول الاستفادة من مكسب مهم قد تم في هذه الجزيرة التي ترونها في البحر الأسود شمال البحر الأسود، هذه المنطقة التي ترونها وهي جزيرة الأفعى. هذه الجزيرة كانت القوات الروسية متواجدة بها تضغط طبعا بكل تأكيد على منطقة أوديسا التي ترونها، وهذه هي طبعا شبه جزيرة القرم التي ترونها، وقاعدة سيفاستوبول كانت تعمل بشكل مكثف باتجاه جزيرة الأفعى من أجل الوصول إلى هذه المنطقة، رصد التحركات طبعا الأوكرانية، تحركات الناتو إن كانت هنالك أي تحركات استخبارية. جزيرة الأفعى لا تبعد عن الأراضي الأوكرانية إلا عبارة عن 34 أو 35 كيلومترا لكي يتواجدوا في هذه الأرض طبعا، ويقوموا بإنزال ويتوجهوا مباشرة إلى أوديسا من أجل الضغط أيضا على مولدوفا، بتقارير كثيرة بأن روسيا تبحث عن هذا الأمر. هذا الأمر تغير تماما خلال هذا الشهر، وتحولت المعركة واختلفت تماما، فالقوات الروسية طبعا انسحبت من جزيرة الأفعى إلى قاعدة سيفاستوبول، وأصبحت هذه المنطقة، وجاءت القوات الأوكرانية بسرعة كبيرة جدا لكي تتواجد في جزيرة الأفعى، ورفعوا العلم أساسا القوات الأوكرانية في هذه الجزيرة، وكانت لهم طبعا صورة بهذا الشكل وهم يرفعون العلم كما تلاحظون بهذا الشكل. بالنسبة للقوات الأوكرانية سعداء جدا بالسيطرة على هذه المنطقة، وكانت تعتبر مكسبا بالنسبة إليهم، واعتبروا بأنهم انتصروا، وهم دفعوا القوات الروسية إلى الانسحاب، إلى أن وزارة الدفاع الروسية وروسيا بشكل رسمي قالت بأننا لم ننسحب من هذه المنطقة بسبب أننا هزمنا، لا أبدا، نحن فقط نريد للحبوب وتجارة الحبوب والممرات للحبوب أن تمر بسلام لا أكثر ولا أقل. وعلى هذا الأساس القوات طبعا الروسية قامت بقصف هؤلاء الجنود الذين جاءوا إلى جزيرة الأفعى بهذا الاتجاه ودمروها، وبالتالي هذه المنطقة تحولت إلى أرض حرام، أي أن لا أحد يستطيع الوصول إليها. القوات الروسية في حالة القوات الأوكرانية جاءت وسيطرت عليها القوات الروسية ستقصف، وبالعكس طبعا القوات الأوكرانية هي ستقصف القوات الروسية إذا ما تواجدت في هذه المنطقة. ولكن في نهاية المطاف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي تمكنت على الأقل من أن تبقي هي وأوكرانيا أن تبقي هذه المنطقة تحت السيطرة الأوكرانية مع حماية أوديسا، وبالتالي لنحافظ على هذه المكاسب، لنحافظ على المكاسب التي تحققت ولا زالت هي بيدنا
في شرق أوكرانيا، وذلك من خلال الضغط الاقتصادي الأكبر على روسيا وإبعادها عن المملكة العربية السعودية من خلال الصفقات، وصفقات طبعا حظر السلاح أو على الأقل رفع حظر السلاح وبيع السلاح الهجومي للمملكة العربية السعودية والحصول على النفط الخليجي وقطع طبعا العلاقات مع روسيا، قد تعتبر صفقة مميزة بالنسبة إليهم بكل تأكيد.